الله فره صباحية. اي والله تك يا اخوان. شوف شوف لكم انتم داومين قال عن ام الضحك قال عن ام الضحك ام داومين هذا باقي اشاره من يوم عادهم في تمام في... احمد كيف يسوق يا اخوان ترى صدق صدق ترى يعني طوله 102 ويسوق كيف تسوق بس اسمع زين ومسامع صغيره الحمد لله مرتب بس اني ارجل منك تعقب الرجوله اتعقب اتعقب يلا انك تعقب اتعقب يلا اني ارجل منك اتعقب اوف ادخل ادخل زيك صح انت صغير ما تطول يلا كده ما بتروحون سيارة كشف ايوه كيف الحال اسمعونا الشلع بشر هلا 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 والعم يا حيو ارحب من درجال يا ولد ايش حركات مصيفين ذي طلع الجوال لا تطلع الجوال مبراج مبراج بتخبش مشعل حط خلفيه حط خلفيه مشعل حط خلفيه يا مشعل ايش حركات مصيفين ذي زلنبان جعلبك في الجنة ادري كلام كثير ايش فيه على الصباح يا اخي فتح على الصباح فتح على الصباح السوري دقيقه يا رجال دقيقه جعل ابوكم في الجنه مشعل ايش حالك نبدا وجهك الله يسلمك ايش حالكم صوتي واضح الله يعافيك ما جو يوم بينه في يوم بينه والله في يوم كيف حالك يا مشعل الله يسلمك حي الله خبزان الله يسلمك كيف حالك طيب مشعل تعرف ذا من تعرف ذا من من هذا اللي يقول في يوميله ما عليك زود مختار اضحك لي يا ورع يا مشعل يا اخي سكر الفتحه سكروا اللي ما يبقى اقعد فتح ايوه اخي شطشط اسف اسف خلاص بشرتك حلوه نظامك ايش ذا ايش تقولين والله مشعل امانه مستعمل شيء لوجهك بشرتها حلوه ظلمت نفسك يا خالد ما ادري ايه ما ادري عنها ابنها في الشمس كذا فوق مثل بين ابنها لا يا ولد طفشان عرفت بقعد اكتشف اماكن جديده بالسياره الله يا ولد لابس كلسون ذا سر الثوب وش احمد حنيف وش لا لا لابس شوف لابس شوف لابس شوف لابس شوف لابس شوف يا خالد لا لا بيرفكت لا لا هذا البيرفكت لا دقيقه يا خالد انا ما اسمح لك خلاص خلاص انا ما اسمح لك وقف 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 لا لا دقيقة دقيقة ادخلوا جولة ادخلوا جولة عشان ابدا اني خبزان خبزان قول لهم على الصدام على الصدام 84 ماشين 200 كان معي اعطهم ميوت اعطهم خلنا نسولف معك يا راية الله يعافيك ابو مرتب سعنون يرعب انت بنت بلاد قلبك وحياتك تقلك وزينك وحلاته زينة وقلبها انت القلب والريه وباقي الناس عريه يا اخوان جولة واحدة ها قول لهم جولة واحدة يا ربع ايش تبغون تطلبون وين جميل جميل شورما يا خالد جهز لي 4 شهور بدون ثوم تكفى لا انت ها دمعة الاسلم لبيه انت في الديرة يا ولد اي والله ابشرك شوف هذا انا كيف ما فهمت يا اخ مشعل لا تطقطق ترى الحين امورنا متيسره انا وياك ما بعرف ايش قلنا مليون وياك ما بعرف يا الله انا واضح عليك الدين يا رجال ايه ملكنا بواضح والله ذبي
قد مش عاسلكم بالله مو بحركات مقدمين يا اخي وين جنون يا ابو منيف خالد خالد علومك الله يطول علومكم طيبين يا شباب كبسوا ما في احد بلد 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 يو جوك انتوا في الرياض صح اه خالد لا لا في ايش اسمه في تنوم هذا الحين نازلي ما بغيت اللي ما دروا رايحين لدنا اسالك بالله ثلاث ورود ثلاث ورود افككك اخو احمد يا ام شمه اخو احمد ما ايه يا ام شمه يا ام شمه يا جماعه تخيل خلص صب عم حمله انا حكم ها قاعد نلعب حكم انت لا لا بس يوم قلت تنوم ما درب الله حتى طوى سمح حمبو مرة 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 جرب نروحوا يا ربي ابغى الجولة جد يا عزوز على الطلاق انها الله يجعلها ترحب يا ابو العز الله يجعلها ترحب يا ربعين يا ابو العز قاعد يثبت يا اخوان اوكي ما فهمت ترى جاني انا نزل لي اسد حرام اني نزل لي اسد الله يا عزوز عزوز اللي تذكرتك اتذكر المقطع اللي سألت لي عليك هبة الله وهو يتذكر ذلك عزوز الله يلعنك يا جماعة خير كبس شير وإيش فيكم نمتوا عزوز تذكر المقطع كبسوا كبسوا عليك عزوز شغل شغل أغنية يا خالد بالله خلينا نرقص أنت الدنيا حقيقي آه يا عزوز دخل على جد ها من دخل يا سوسن اكلم يا سوسن اكلم الشباب هنا عندي يا سوسن الحكم الاول ايوه الحكم الاول يا سوسن الدنعة احبك خمس مرات قولي احبك الدنعة خمس مرات دقيقه جدي اصبر طيب عارفين جد سوي نفسك ما سوي نفسك صوت خالد طواشه ارحب جاهز الاحكام اي والله جاهز جد جاهز ها دنعة ها دنعة كلكم ايش متاكد احس لطم ما ادري وجهك ملطوم والله يقول سلم عليهم كلهم هنا احس فيك عطاء يسلم الله يخليه لك ويحفظه عطاك واحد بالبطن لبيه يا اسمع حيل يا خالد بالله عطني فطيره لبنه اسمع مشعل كيف وضع الاجواء عزوز ارسل الاحكام ارسل الاحكام والله لا خل دقيقه تذكرت يا ولد عندي احكام على الصباح يا ولد بيجيك حظر يا مشعل ترك في السيارة اي والله لا عادي الله يجعله في درجولكم عادي بس اني بحكم عليك وبطلع والله العظيم ما ودنا ننظر نفس لا بالله قلبك عزوز ارسل لي حكمك بسرعة نرسل لي حسابك عطوني حسابك حلو عزوز خالد تعال دقيقة دنع شوي ابو خلود الحكم الاول بابا حكمك يا مشعل علومك يا مشعل ايش الاجواء ذي يا ولد الله الحمد لله طيب اسمع يعني بيسكم الفله والحياه فتحه وشغل اقول لك بس براندك قوي مره والله لو تاخذ السكه هذه ما تنفع طيب اسمع الحكم الاول بيض ني ثلاث بيضات نيه كذا في الحلق مع الصباح ايشو ثلاث بيضات نيه في الحلق مع الصباح تشربها الحين عسل ايش يجيني صح انت في بروتين العب عشان بس البلوفر حقك انا معضل الله عليك عرفت بقى تاخذ لك ثلاثه يا حبي نيه
عشان ايوه انكم ما قد جبتوا اصلا بلافرات. ايه سويت بازي ادفه بحكم ثاني. طيب الحكم الثاني دقيقه بس بشوف الاحكام هنا. عندك حكم؟ ايه شاورني. ابو حليب نسينا من الرياض، نسينا الخميس لان نظامك جحدتنا. ما عاش من يجحد خميس مشي. كلم الرجاله. ما يمدي والله، ما يمدي، ما يتوسط، ما يمدي احكم عليه. مره ما في والله. ترى بغطت الزر هنا يسكت. خليه يشتري متيشيرتات. طيب اسمع انت ما تدري بعد. اسمع الخبريه دي يا اخوان. تيشيرتات سيما يا اخوان كلها سولد اوت. الله لا يوفقك يا مشعل، جانا بلا. بسرعه نفذ بسرعه. مع السلامه. والله سولد اوت والله ما تيشيرتات عواني. دقيقه كل شيء الف لحيه ولا لحتي. معليش يا اخي. والله ما شاء الله. والله ما والله ولا جلال. مش دقيقه ولا والله لبي اقفل حسابي معك. ها دقيقة خليه يجي اصبر والله ينفذ لي. يا مشعل مع السلامة. روح بسرعة عطني احكامك بسرعة. ايش الحكم الثاني؟ تجيب تيشيرت الان اسحب للعوان. والله ما معك تيشيرت. الله يرضى. سولد اوت. ما تستحون انتم كيف تبغون سولد اوت وانتم قد وعدتونا؟ كبس يا اخوان روح التكبيس يروح الاداء. وعدتونا جون يقولون هبلنا. والله شفتوا الخوة وتقولون بيرفكت كذابي. بيرفكت أكبر ميزة فيهم الكذاب. نعم يكذبوا حتى على أصدقائهم. خلصت؟ حط خلفية. الملعون هذا أبغى يجي أبغى ينفذ. الله العرب شفت دقيقة. لب الله قلبك يا عزوز ارسل لي سناب يا اخوي احكامك تكفى. لا ما تجيبهم عندي. ها وش؟ فهمتها؟ وين؟ قدام. عزوز يا خلاص خذ حصانتين لا لا والله نحكم عليها. قاهرني هذا غازي هذا قاهرني. يرفضك ملعون. يرفض ازاي الملعون يرفض؟ قولوا له والله ينف. بسرعة نف. الحكم الأول عليك لعنة الله يا هذا الملعون الشيطان الرجيم. استغفر الله كلهم يرعون. شلون حط فلتر يا ولد؟ يا هذا هو خلص. دقيقة. هذا احمد حنيفي يسرع. هذا احمد حنيفي فحط يا اخوان. احمد حنيفي فحط والله اني فحط والله اني ما فحط. خلاص يلا ابغى تحديد يروح يا الربع. خلاص قفل ويرجع. خلاص لا بيروح الحين. راح عند خالد الشمبري. السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمه اللي كان خالد الشمراني كان معك؟ مين؟ خالد الشمراني كان معك قبل شوي؟ لا والله. شو العلم؟ تهاوش معاه؟ دقيقة على قعد عنا قعد أبحث عنا دقيقة شوي دقيقة اسمه. هذا هارب أبغى ينفذ لي الحكم دقيقة. حصلت داخل معه. قاعد تسرب. انت وين رايح انت؟ بيتكم. قفل وفتح سقف الجاح حتى وتحذير. طيب من بيتنا مو من هنا. طيب انا امشي على اللوكيشن. انت كنت مسجد والله. مهما انت تروح ومهما انت تسبن ومهما انت تسوي اللي تسويه والله انت نفذ طال الزمان ولا قصر. لا تسوي انك طيب على نياتك. مرح. مرح. الحكم الأول
يا لطيف يا مسكين. الحكم الأول أخوي الكبير حبيبي. الحكم الأول واسد علات بيضاء ثنية في الحين كده تشربها ممكن يطلع شعر لعله عسى تساعد في زيادة الشعر. الحكم الثاني شي كأنك في أزار حط خلفية بيت عشانك عشان ما تبكي الحين تهرب. قاعد ألحك يعني بالسيارة. لا بالسيارة. الحكم الثاني وش الحكم الثاني؟ لا كان تصميم شباب البوم. أتحداك انزل احضن عمود واجلس تغزل فيه دقيقة كاملة. مدارس وزحمة ودو الشارع والعالم جوي قدام الطلاب خلهم يشوفون ايش ذا الخبل. لا يا اخي احنا نعطيهم النصائح الحلوه. ما في هذا الحكم الثاني. انا اعطيت حكم عاد التنفيذ عندي. الحكم الثالث يعطي عمر السلامه. اما الفيلم بطلين. اسمع تمسك تمسك ثلاثه تجيب الاحكام. انا اعلم تبغى حكم؟ يلا عطى حكم. يروح المطبخ يكسب يا صحنين قزاز. اروح المطبخ جيب لنا صحنين قزاز ونقول بافلوف. يلا عندي كتاب عندي توتر عندي اضطرابات. ايش يكسر الصحون خبل انت؟ كيف؟ الجولات يعني لا مشعل مشعل يا اخي الداعم موجود. احنا شباب المتفائل. اتحداك. اسمع ايه يلا يلا يا ابو والله استحم الداعم. ايه استحم الداعم يا اخي والله العظيم ما ما شوف شو صار على النبي. انا اتابعكم من شباب بومب واحد ما قد صليتوا. الله لا يسامع عدوك انت وياه. يلا يلا تكفى يا ابو خلود. صليت بقفل بقفل يلا نفذ. روح صل بعدين دق علي الساعة 7. لا لا بيتنا عند المسجد ابوي مؤذن. سمعنا الصوت. اسمع لا 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 يأذن يأذن. لا بعاد سمعنا صوت يأذن. ايش دخل؟ ما ادري قلت أفضحك انت فاستغربت. اسلم يلا يا معك ثلاث احكام يلا. ترى ما ينفع. ما ورب الكعبه ما في عمود عندنا هنا. والله ما في عمود في الحاره. والله ما في. انزل طلع. والله العظيم ما في الا في الطلعه فوق اخر الدنيا. اروح للي فوق دي ابغى. طيب اسمع يا ابني الظهر ما قد وصلت. طيب شفت السوناتا؟ ايوه. ها بنشر الكفر اللي امسح لك العافيه سرها بس يا ابني تهزها. اسمع اسمع عطني احكام مني هنا في المجلس. اي شيء اسوي يلا. ها خلود تبغى في المجلس وتنفذ في المجلس ابيك اي حاجه. ها شفت اللي وراك يا غازي شلها قطبها ونزلها استارت الورق يلا. لا لا ما هو كذا يا ابوي ترى بيت اللي صورته في الستوري القصر ما بليته. عندك الحكم الاول يا خالد جاني فداك. الحكم الاول تمزع الستارت اللي وراك. الحكم الثاني تاخذ لك صحنين تقول باب الارض. الحكم الثالث حكم الثالث نزل اسد من لو ما لي دخل يبدل عملات يتصرف رب الكعبة فيك. يلا يلا اسدين يا ريبان يلا اختر واحد منها. انزلك ايه يلا الحكم الثالث اسدين يا حبيبي. انا قرعت وانا بث ما جاني اسدين. تقول انزلك اسدين خبل انت. بعطيك انا فوجين. خلاص تم بعد ثلاث اشهر صور. هاي يلا يلا نفذ. خلاص بنزلك اسدين ابشر. ايش؟ اسدين رب الكعبة اسدين خلاص ابشر. والله ما ينزلها. ادري ادري والله التصريف هذه يا خالد. خالد شوف ياخذ على ابليس احكامك يا ولد مره قوية. انت رجال تنفذ احكام ولا تقول تهرب. استعلى وجهك تنقدنا مع الرجال قلت لنا نضايع ينفذوا. والله صدق والله ما توقعت انه ما يصدق والله. معجون كامل على وجهك يلا. ايوه كذا يا اخي من اول يا اخي احكام حلوه. يلا هات المعجون. تراه مسوي انه لكيعي إيه؟ مع معجون كريم. لا 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 ايش اعرف العينات دي ورب الكعب انها معجون صادق. قول والله انه معجون اسنان. والله انه معجون سنسودين. يلا يلا نيف خلاص. انت لي يا مسعل الكعب. فاسه 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 يا ولد اسمعوا. ايه انت جزء كم ذا الحين؟ احنا الحين ثلث الرابع.
صح قريطم صح. انت ايش فيك قطعت عن سناب فتره؟ فهمت يا اخي، بعد البيت اللي صورته جاني عين. يلا يلا حط على كامل وجهي. دقيقه ايوه والله ما اخليها خاطرك. يلا على الوجه كامل يلا. بالله اه والله صراحة البيت. دقيقة شوف بطني جياب. عني دعني ما سعنها، خذ الكبيرة محطها على وجهك. خذ عقلك، ايش الكبيرة ترى معجون ذا. فنع حطها على وجهك كامل، اما فنفذت فنفذ زين. كامل كامل، يقول لا طعنت في شوك اجر. يلا. انت ما فرشت سنونك انت؟ مو نعم نعم. ادعك ادعك وجهك زين ادعك في دمتك يا خالد. انها معجون غبي بفرش بس اسنان. ايش اسمنت؟ ما ادري. تحط كذا تموي. نعم حط على وجهك سر. والله يقلع راسك. والله المستعان. حطه كامل 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 سر. شفتوا يا اخوان، هذه توتوريال الاهتمام في الوجه. شفتوا يا اخوان، باقي الجبهه. هذا سن العقل، هذا سن العقل. تحط فيه هذه الكميه الكامله من المعجون. تحاول انت بقى الحبه اللي هنا. لا علامه الجود، علامه الجود لابد. ما قلت يا ولد ايش فيك قاطع السناب الفتره الاخيره يا اخي؟ ايش اسمه، رحت للطائف عند اهلي. اشوفك تصور مع الوالد الله يحفظه. يلا يلا يا اخي حطيني 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 يا ولد. ايش بك انت يا ولد؟ عيوني يا رجل اسف. هيا بسرعه بسرعه خلاص. سر امه على وجهي. لا حطينا وجه كامل يا خالد. تكفى خلاص يا مسعل كامل على وجهي. ايش فيك يا اخي؟ حطيني ما قلنا حطينا يا مسلم. هيا يا خالد نفذ يا اخي. قدر الداعمين يا اخي. ايش فيك انت؟ ماني بقايل ادخل يفصل على داعم كذا وانك ما تفلح. هيا سر حطيني مشعل. الله يلعن خالد. يا خالد الحكم الحكم على الوجه كامل يا اخي. حطيت على الوجه. ايش حطيت على يا اخي؟ ما منعنا. تكفى. كمل كمل. ايوه علوم بخلود. هيا حطه يا ولد، خل حنا نلعب جوله. يلا يلا الله يلعن. اقسم بالله انا ضغط والله. قهرني. لا هو اللي نفذ. سيرسل انت نفذته وخل وقهرت. انا ارفض. انت انتصرت. استغفر الله. لب الله قلبك عزوز. ما قهر يا عزوز، ما نفذ الحكم الاول. والله قهر. من اليوم ترى افتح جوالي يا اخوان ابغى اشوف. تذكرون الصوره ذيك اللي صورتها قلت اكتبوا احكامكم؟ ما حطيتها، ما طلعت لي. كان راح الا تقدر تحصلها هنا. عموما يا اخوان احنا وصلنا.